تقابلت مع الرقيبي، ولي الرقيبي اللي هو مؤسس البوليزاريو الله يرحمه، تناقشت معاه وقابلته بالصدفة، جيته في القيادة فقال لي أنا الولي الرقيبي والبوليزاريو. شو تبوا؟ كان يجي شخصيا ياخذ فلوس من القذافي؟ لا، كان بدعم طبعا، بدعم عسكري، لكن ما كانش انفصالي. كانش ان دوله ولا جمهور، حتى في الحلم ما عندهاش. ولذلك لما الجمهوريه الصحراويه اللي عملها القذافي مش البوليزاري، حتى الجزائريين في الاول ما كانش موافقين اللي عملها معمر لاحراج الملك وكذا،